الخانم بتسلم عليكم كتير. الله يسلمك ويسلمها. انتو شو عملتوا؟ اجت الطاووس لهون؟ اجت اجت. صباح الخير حبيبتي سهيلة. شو الأخبار؟ منيحة، وانتي شو أخبارك؟ ولا شي، ما في غير عم نصبح فيروز خانم، والكل مشغول فيها. جميلة، كمان انتي لازم تعرفي حدودك وما تتخطيها. أنا آسفة بابا. خدي وصلي هدول. هلأ سمر خانم بتقول ليش تأخرنا. راقبتها مثل ما حكيتي لي، حكيك مزبوط، هالبنت عندها وضع جديد. الموضوع اللي حكيت لك عنه؟ انتي لا تتدخلي، روحي بدلي تيابك. يلا. ايه شو رأيك؟ يعني شو بدي قلك؟ بشير شاب محترم تربى بين ايدينا، يعني مثل ابننا. ايه وين بدنا نلاقي احسن منه؟ وهذا رأيي. بعدين عم تقولي ان البنت حاببته، فلازم نعرف اذا بشير بيحبها. شو بيعرفني، يمكن يكون بيحبها بس ما يحكي قدامنا. طول النهار وهن بين ايدينا، ابي خجل ويحكوا اي شيء. بس يمكن اذا التقوا برا وكانوا لحالهم بيفتحوا قلوبهم لبعضهم. شو قولك؟ مزبوط. ما حدا صفي على السفر، الكل شبع وقام. جميله روحي البسي ثيابك وطلعي مع الاولاد، وانتوا راجعين اشتروا لنا اغراض انت وبشير. تحركي. عن جد؟ ايه طبعا عن جد، بس اسرعي لك شوي. يلا رح يمشوا يا بنتي. يلا. انا رح روح اعطي الورقه لبشير وارجع وقل له انه جميله رح تروح معهم، بس اوعك تلمح لشي. ماشي ماشي لا تخافي. الله الله. مراد بسرعة. شش لا تصرخي، رح تزعج الضيوف يلي جوا. شش على مهلك على مهلك. هي اجيت. تأكد من اغراضك منيح، لانه اذا نسيت شي ما رح انتظرك. ليش ما تفقدت شنطتك من امبارح المساء؟ معقولة تتفقدهم هلا؟ انا اسف، امبارح المساء كنت تعبان. صباح الخير. صباح النور. ليش حاطة النظارات بالبيت يا مدام؟ مشان تسألني انتي ليش وقفتي. يلا. جوا بالبيت ما في شمس، ليش حاطة النظارات؟ وانت شو هامك؟ مشان ما نشوف عيونها الحلوة. نهال أنا شو قلت لك؟ الله يسامحك. لك ركبوا بالسيارة بسرعة. بس دقيقة، خليتيني اندم ليش قلت لك. يلا رح تتأخري بسرعة. خدي. الله يقدم اللي فيه الخير. ما تواخذوني نطرتكم. ما في مشكلة. هاي هي مدرستك؟ ايه. تصميمها كتير حلو. ايه حلو. يلا بخاطرك بشير، بشوفك باخر الدوام. مع السلامة. بخاطرك جميلة، انبسطي بالمشوار. ايه ايه ولا يهمك. لوين رايحة؟ جاية لجنبك. يعني برأيك معقول اقعد ورا مثل الخوانم؟ اهلين نهال، كيف كانت رحلة انقرة؟ حلوة. تعرفي انه اشتقنا لك؟ اليوم رح نساوي احتفال. تريك يلا.
كلهم اولاد اغنياء. ايه شلون كانت الرحله؟ يلا روح خلينا نشتري الاغراض بسرعه مشان يضل معنا وقت. ما فهمت. هي مره بهالعمر واكيد رح تعزمني على كاسه شاي. تكرم عيونك. على اساس بدك تشربي شاي، ليش ما عم تشربي؟ مو جاي لاشرب شاي، انا بدي اغير جو. ما اشترينا شيء. انا طالعه مشان شم هوا، وحضرتك بدك يانا نقضي كل الوقت ونحن عم نشتري اغراض. صدقيني بصعوبه حتى لقيت مكان صف السياره. ماشي، اصلا بس اجي انا بصير هيك. طبعا انت عم تتمشور، شيء بالمزرعه وشي بالبحر وشي بانقره وشي بالسوق. ليش عم تحكي هيك جميله؟ ليلي شو بكي؟ أنا ما عندي صديق غيرك بهالدنيا يا بشير، وما رحت على المدرسة مثلكم. ما حدا أجبرك تتركيها، هيك بدك؟ إيه مزبوط، أنا تركتها لأني غبية وما بفهم، مو هيك؟ ولازم ما حدا فيكم يحبني. لا تبكي. حاجة تبكي؟ ايه؟ طيب بالرجعة رح مشورك. عم تبكي مشان مشوار؟ ايه مشان مشوار. قومي بسرعة بلا ما نتأخر. جميلة انتبهي لا توسخي السيارة. وإذا لا تكون سيارتك وما بعرف. وكمان بدك تأخذني على السينما. طبعا وغيره. اتركني فكر. رحنا واشترينا الأغراض على مهلنا، وبعدين بشير عزمني على كاسة شاي. مشورنا شوي واجينا. كتير منيح، رح تطير من الفرح. مو شايفتي قديش مبسوطة؟ رح تطلب منك تاخدها كل يوم. ايه والله طلبت. مو وعدتني تاخدني على السينما؟ لسه ما وعدتك. خلاص خلاص رح. عمو سليمان في عشب كتير بالجنينة بده قص. شبنا لسه من شوي نظفتها. ها معك حق، تعالي وساعديني يا سهيلة. يلا. خدي لك قطعة. لا يسلموا كلي انتي. كتير طيبة. جميلة. اسمعي شو بدي قلك. انتي بتحبيه لبشير مو هيك بنتي؟ اي مين قال لك هالحكي؟ جاوبيني انتي بتحبيه؟ واذا بتحبيه طمني لا انا ولا ابوكي عنا اي اعتراض، ونحنا كمان منحبه. انتي شلون شايفتي بشير؟ منيح. بشير شاب ادمي، وإذا هو كمان بده ياكي خلونا نفرح فيكم، شو رأيك؟ إجا. أهلين يا ابني. ما سمعنا صوت السيارة. تركتها برا، بعد شوي بفوتها. إجوا الأولاد مو هيك؟ إيه، وطلعوا لفوق.